الإسرائيلي قلب العاصمة بيروت إلى دائرة استهدافاته حاصداً بصواريخه أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى، فهل يكون ذلك مقدمة لتوسع العدوان باتجاه مناطق كانت حتى لحظة وقوع الغارة تعتبر آمنة؟ هذا في الخطوط الخلفية، لكن ماذا عن الخطوط الأمامية؟ هل من احتلال بري وشيك؟ أم أن تل أبيب تلوح بما لا ترغب القيام به بحثاً عمن يهديها؟ كيف يقرأ الحزب إعلان الحكومة اللبنانية استعدادها تنفيذ القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب؟ هل هو طعنة في ظهر المقاومة أم مخرج لحمايتها مما هو أكثر قساوة؟ أسئلة كثيرة تفاصيلها مع ضيف الليلة، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن. مساء الخير دكتور. أولا رح بلش معك مما يجري في هذه الأثناء تحديدا في البقاع، حيث هنالك يبدو ما وصف بحزام ناري على البقاع. أولا حضرتك نائب عن هذه المنطقة، كيف هي الأجواء في البقاع تحديدا؟ وهل ما يحكى صحيح بأن قوات الاحتلال تنوي بإقامة ممر أو ما يسمونه بمعبر آمن في البقاع؟ أولا العدو عم يعتدي على كل المناطق اللبنانية بغارات همجية بربرية إرهابية على اللبنانيين جميعا بكل المناطق، عم يستهدف بالتأكيد الجنوب والضاحية وبعلبك الهرمي بشكل، وبعض قرى البقاع الأوسط بشكل همجي أكثر، وبعض قرى البقاع الغربي. اليوم امبارح استهدف مدينة بيروت، وقبل كمان مدينة بيروت استهدف قرى بالشوف وكسروان وبالقماطية وبكيفون. ارتكب مجازر شنيعة وبربرية وهمجية بحق المدنيين، مثل المجزرة اللي تمت امبارح ببيروت، والمجزرة قبل بالقماطية وبالكرك وبالخضر وبعين الدلب وبدي عد مجازر. العدو أولا هو يمارس طبيعته العدوانية البربرية الهمجية، وصل لليونيفيل وللجيش اللبناني اللي هو عم يطلب، يعني عم يحكي عن قرارات دولية، مش محترم القوات الدولية وبيقصفها ومش كتير سائل، وبيقصف الجيش اللبناني. بالنسبة لأي عدوان بري على لبنان، المقاومة لديها الاستعدادات والتحسبات لأي عمل عدواني إسرائيلي بيستهدف البر اللبناني. العدو متفوق بالجو، هلا كلنا ما بنقدر نعمل في شيء، لأنه الإسرائيل الأمريكان عاطين العدو الصهيوني كل الإمكانات ليحقق تفوق الجوي، لكن هي ما شايفين بعد 11 يوم 12 يوم من بدء العملية البرية الإسرائيلية الوضع الميداني شو هو. المقاومة لا تزال تطلق الصواريخ على مستعمرات ومواقع العدو، ولا تزال المقاومة تتصدى للعدوان البري، وعدو لم يحقق أي شيء فعلي بموضوع البر، وهو ما زال في عملية الاستطلاع بالنار التي تقوم المقاومة بالتصدي لها بشكل فاعل إن شاء الله. دكتور أكيد حضرتك رح بلش دغري بالموضوع. أولا عم بتقول أنه بالميدان المقاومة أقدر وأقوى مما من أي مواجهة جوية، اللي هو معروف بأنه لا قدرة على مواجهة سلاح الجو العدو الإسرائيلي. بموضوع الميدان، هل تقول اليوم للناس، لأنه الناس فعلا عندها صار شكوك بمدى قدرة حزب الله، حتى عم نسمع صرنا أصوات كانت حليفة لحزب الله عم بتقول فكرناه قادر يحمينا طلع مش قادر يحمي حاله، ماذا تقول لهؤلاء؟ وماذا تقول للناس اللي هي بدها مين يطمنها، بدها مين يقول لها لا مش الضربات المتتالية التي يعني ضربت المقاومة في بداية هذا العدوان هي فعلا صورة المقاومة اليوم؟ المقاومة لا تنكر أنها تعرضت لضربات قاسية خلال الأسابيع الماضية، وهذا جزء من طبيعة المعركة وجزء من التفوق العسكري الجوي الإسرائيلي. المقاومة استوعبت الصدمات، أعادت ملء كل الشوارع التي حصلت بفعل الاستشهاد،
ما تزال قوية في الميدان، وكل ما كانت تقوم به هي ما تزال تقوم به. بقدر أقول لللبنانيين جميعا ولكل محبي المقاومة ولجمهور المقاومة ولبيئة المقاومة أن الخسائر والشهادة، ما بنسميها خسائر بكل الحالات، لكن الناس اللي فقدناهم من الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه إلى كل الشهداء، يزيدوننا عزما وإصرارا وعزيمة وإرادة. ونحن أصلا يعني سماحة السيد كان يقول أنه طالب شهادة، رزق الشهادة، المواقع تم ملأها، الهيكلية للمقاومة ما تزال قادرة ومقتدرة. وعلى كل حال اللي مضى من أيام بعد فقدان سماحة السيد، بعد شهادة سماحة السيد، حتى اليوم وإن شاء الله الأيام القادمة ستثبت صحة ما نقول في قيادة المقاومة من خلال العمل اللي عم بتقوم فيه خلال الأيام الماضية والعمل اللي حتقوم فيه بالأيام القادمة إن شاء الله. يعني اليوم بتقلن للناس المقاومة بخير، قوية، ما هو التوصيف اليوم لوضع حزب الله؟ المقاومة قوية وبخير، استشهد عدد من قادتها ومجاهديها، ولكن المقاومة باقية وإن شاء الله ستحقق ما كان يطمح له القادة والمجاهدون الشهداء. حضرتك قلت تم ملء المراكز بقيادة حزب الله، السؤال المركزي اليوم الذي يتردد، هل سيتم تعيين أمين عام جديد لحزب الله، ومن هو هذه الشخصية، خصوصا أنه في كتير أسماء عم تدلى تنطرح ويقال بأنه سيتم استهدافها؟ بكل الحالات لما بنقول المراكز القيادية مملوءة، يعني هناك لكل موقع دور ولكل دور يقوم به اسم معين. عندما تقرر قيادة المقاومة الذهاب إلى انتخاب أمين عام وإعلان اسمه بتعلم بالوقت المناسب. يعني نشكر الغيارة وحضرتك منهم على سؤال، هذا السؤال هذا من باب الغيرة والمحبة والحرص والاهتمام. طبعا نحن لسنا بظرف عادي، ولذلك لكل خطوة حساباتها، ما عم بحكي انه شو هي الحسابات على الاطلاق، لكن هذا من ضمن يعني من ضمن العمليات الإدارية والتنظيمية التي ستجري في توقيتها ويعلن عنها في التوقيت المناسب لإعلانها. نعم، أيضا حاج اليوم في يعني الناس عم تأخذ أكثر المعلومات عم بتكون من مزاعم إسرائيلية وغربية تكون، وبصير يمشي فيها الكل. يعني مثلا أن يخرج رئيس حكومة العدو يقول بأنه تم اغتيال يعني تم اغتيال على مستوى خليفة السيد حسن نصر الله وهو هاشم صفي الدين، يعلن هذا الأمر في وقت يعني من المعلوم بأن حزب الله لا يخفي شهدائه. يعني هذا كان لطالما كان معروفا، وحتى أن حزب الله أعلن استشهاد أمينه العام. هل فعلا تم اغتيال السيد هاشم صفي الدين؟ طالما حزب الله لم يعلن ببيان رسمي استشهاد سماحة السيد هاشم صفي الدين أو عدمه، فبالتالي ليس من مسؤولياتي أن أقول ما لم يعلنه حزب الله، سواء إعلان استشهاد سماحة السيد هاشم صفي الدين أو نجاته. عندما يكون هناك استشهاد نعلن، وعندما يكون هناك نجاة من عملية اغتيال أو عدم حصول عملية اغتيال نعلن. نعم، يعني بكل الأحوال إذا في نجاة أو عدم حصول كمان تعلن. عم نعلن، صح. يعني حتى الساعة فينا نقول بأنه حزب الله قرر عدم التعليق على ما أعلنه رئيس حكومة العدو بموضوع السيد هاشم. أنا فيني أقول حزب الله لم يعلن شيئا، مش قرر عدم التعليق، لأنه كمان هيدا دقيقة شوي، لم يعلن شيئا. طيب بموضوع أيضا الحاج وفيق صفوة، بالأمس صارت تطلع الخبريات لتبرير عدوان على العاصمة بيروت، على حي سكني، حيين سكنيين في بيروت، مثل المزاعم اللي بتطلع أنه أصفنا مخزن سلاح في الضاحية ليتبين بأنه مبنى سكني في قلب العاصمة بيروت، في مبنى مأهول، وخصوصا اليوم الكل بيعرف بأنه النزوح خارج الضاحية أقرب إليه هي بيروت،
تم الحديث من قبل العدو الإسرائيلي بأنه الاستهداف طال الحاج وفيق صفا، خرج حزب الله ليقول نجا الحاج وفيق صفا. نجا يعني أنه لم يكن موجود، أو نجا بأنه كان موجود وأصيب؟ أول شيء العدو استهدف مبنيين امبارح بمدينة بيروت، صح. اثنين حزب الله لم يصدر بيانا، يعني مصدر. هناك معلومات نسبت إلى مصادر قيادية عن موضوع الحاج وفيق، وبالتالي ليس لدى حزب الله كلام رسمي حول هذا الموضوع. نحن زرنا الأماكن اليوم اللي استهدفها العدو الصهيوني، وكل العالم تعرف أنه المبنى اللي استهدف بمنطقة بيروت أو المبنيين إن مبنيين سكنيين فيهم نازحين، والشهداء تم يعني سحبهم من المباني المستهدفة، وعوائل الشهداء استقبلوا يعني أبنائهم، والجرحى هي بالمستشفيات. هذا أمر للأسف الشديد، العالم ساكت، العالم الحر الغربي بشكل عام والأمم المتحدة والدول العربية والدول الإسلامية بمعظمها ساكتين عما يجري من استهداف للمدنيين. على كل حال 11 شهر 12 شهر بغزة نفس الحجج السخيفة للعدو الصهيوني عن استهداف شخصيات، وهو يقتل المدنيين بطريقة وحشية وبربرية وهمجية. بموضوع الحاج وفيق لم يصدر بيان عن حزب الله حتى الآن، وبالتالي ما نسب إلى مصادر قيادية كلنا سمعناه، ليس لدي شيء إضافي أقوله. بس قال النائب اليوم بحضرتكم لما كنتوا بالجولة مع النائب أمين شري، قال بأنه نجا. لا، قال أنه لم يكن هناك شخصيات في المبنيين، في فرق. لم يكن هناك شخصيات، طيب يعني لم يكن الحاج وفيق من ضمن لم يكن موجود، حتى قال نحن ما بناخذ العالم دروع بشرية، يعني أصر على هيدي الكلمة. صح صح، فبالتالي هو لم يقل كان أو لم يكن نجا أو لم هيدا الكلام، هو قال لم يكن في هذين المبنيين شخصيات قيادية من الحزب، وبالتالي الشهداء موجودين وأسماء معروفة من عائلات بيروتية ومن عائلات جنوبية رحمة الله عليهم، والجرحى معروفين أيضا بالأسماء، وبالتالي العدو يعني يمارس نازيته وبربريته على كل اللبنانيين، وبالتالي اليوم مارس نزيته وبربريته على الجيش اللبناني. ما بعرف إذا كان في شخصية قيادية من الحاجز الجيش اللبناني، أو كان في شخصية قيادية عند اليونيفيل لقصف باب مقر اليونيفيل العام في الناقورة تحت عناوين وأسماء، يعني ما بعرف إذا كان في 7-8 شخصيات قيادية من حزب الله في المكانين. نحن معتادين دكتور أنه حزب الله لا مصادر في حزب الله، دائما كنت هذا يعني اي وسيله اعلاميه كانت تطلع تقول نقلا عن مصدر من حزب الله يقال ما في مصادر، نحن يا بنطلع باسمائنا ووجوهنا ونعلن موقفنا جهارا او ببيانات رسميه صادره عن الحزب. لذلك انا عم لك ما لم يصدر بيان رسمي عن حزب الله فانا ما عندي شيء اقول. هل هذا الاسلوب اليوم قرر اعتماده حزب الله بانه لن يرد كل مره على مزاعم اسرائيليه، ويعني حين يقولون ويزعمون بأننا استهدفنا هذه المنطقة لوجود تلك الشخصية لن يرد، وستكون المفاجآت بأنه ظهور هذه الشخصيات لكسر كمان هذا موضوع، كمان هذا الموضوع إذا كان موجود ما بهيك يعني أنت إعلامية عريقة يعني مش حتكشفوا أسراركم يعني خصوصا في هذا الوقت. نعم، بكل الحالات إذا استشهد أخ من الإخوان بالتالي نحن مسيرة شهداء ومسيرة قادة شهداء، مسيرة كوادر شهداء ومسيرة شهداء مجاهدين ما منخبي، يعني بدنا نبلغ أهله، بدنا نبلغ عائلته، وبدنا ندفنه، وهذا أمر يعني من أداب احترام شهدائنا وعوائل شهدائنا. بالحديث عن هذا الموضوع إكرام الميت دفنه، يسأل الناس كثيرا اليوم عن متى سيكون تشييع السيد حسن نصر الله، حتى أن البعض ذهب إلى روايات وفبركات بأنه تم دفن السيد نصر الله ولكن سيكون هنالك بعدين تشييع ووديعة وغير وديعة. متى سيكون هذا التشييع؟ أو تقولون بأنه سيكون في لبنان، لأنه البعض قال أنه بده يصير بالنجف وغيره. عندما يعلن حزب الله عن مراسم التشييع
ما في عندك أي تفاصيل بهذا الشأن؟ هذا هو الموقف عندما يعلن حزب الله مراسم التشييع. طيب دكتور، عم نحكي عن الأمين العام، عم نحكي عن تاريخ، عم نحكي عن شخصية مميزة، عم نحكي عن جزء من تاريخنا وجزء من تاريخ الحزب، جزء من تاريخ الوطن والأمة، جزء من تاريخ المقاومة، جزء أساسي وكبير جدا من تاريخ هذه المقاومة، بالتالي هو شخصية استثنائية وشهيد استثنائي. دكتور، بموضوع بالسياسة، يكثر اليوم الحديث عن أن حزب الله انتهى وصرنا بمرحلة ما بعد حزب الله وبلشت تنرسم السيناريوهات. أولا يقال بأنه لن يكون هنالك حزب الله في السياسة بعد اليوم، كيف تردون على هذا الأمر؟ يعني في شيء بس ينعرف، بيقولوا الكذبة كيف تنعرف من حجمه، في شيء اسمه جمهور حزب الله وبيئة حزب الله وتشكيلات حزب الله. تشكيلات حزب الله ليست تشكيلات بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف، بمئات الآلاف. بيئة حزب الله بمئات الآلاف، جزء من نسيج المجتمع اللبناني، جزء أساسي. بالتالي اللي عم يحلم هاي الأحلام وعم يراهن هاي الرهانات سيستفيق على أن كل هذه الحملات التهويلية والنفسية والدعائية التي تقوم بالضغط علينا وعلى جمهورنا وعلى بيئتنا ستنتهي إلى فشل ذريع. نحن لسنا عددا قليلا ولا قوة صغيرة ولا تشكيلا بسيطا، نحن أكبر من أن يفكر أحد بهذا النحو تجاهنا. نحن بالتأكيد لدينا المقومات الكبرى لنواجه هذه المحنة ونخرج منها إن شاء الله تعالى، وبالتأكيد الأيام قادمة. يعني لمن لا يذكر بحرب تموز، في جيل اليوم على السوشيال ميديا الطويل العريض، بحرب تموز انعملت مؤتمرات وصار في لقاءات وفي سفرات تدخلت، والكل يذكر كوندوليسا رايس حين تحدثت عن شرق أوسط جديد لا حزب الله فيه. اليوم هل تقول بأن هذا المشهد يتكرر؟ هل هالقد تاريخنا يعيد نفسه؟ نحن أكبر مما كنا عليه في حرب تموز، والعدو يعني خلينا نقول نفس قوة حرب تموز وأكثر، ما هيك؟ لكن نحن أكبر مما كنا عليه في حرب تموز. حتى هلا بعد كل ما جرى؟ شو يعني شو اللي جرى؟ خسائر، بعض الخسائر المادية، لا قيادات، طبعا القيادات، يعني هذا أكبر دليل إنه هذا الحزب ما بيخبي قياداته، بيستشهدوا مثل كوادره وعناصره، وبتولد قيادات جديدة. في يعني وهم عند البعض، كيف يعني حزب الله بده ينتهي؟ يعني أجيال تنتمي إلى المقاومة من الكبار السن، من يعني متوسطي العمر، من الشباب، من النساء، من كل الفئات الاجتماعية والعمرية بحجم كبير. يعني في هذا استعجال عند العدو لتشوف. على كل حال اللي عم يحكوا بهذا الأمر، إذا حكيوا الأمريكان الإسرائيلية ماشي الحال، عارفين إن إحنا بموقع العداء، لكن اللي عم يحكوا على مستوى لبنان أو غير لبنان سيتفاجؤون. وحكوا نفس الكلام بحرب تموز كما أشرت، وانتهوا إلى نفس النتيجة، وسينتهون الآن إلى نفس النتيجة، وإن شاء الله يعني لا يكون إلا ما يريد الله عز وجل وما يمكن أن تحققه المقاومة من إنجازات. أنا انتبهت شو قلت؟ ما يريد الله عز وجل، لأن إرادة الله فوق الجميع، وما يمكن أن تحققه المقاومة هون بقوة المقاومة، وحتحقق إنجازات إن شاء الله بإرادة الله عز وجل، بعزيمة المجاهدين، بالصبر والثبات إن شاء الله تعالى. دكتور، أيضا هل تؤيدون اليوم مطلب الحكومة اللبنانية تطبيق 1701؟ بصراحة حزب الله اليوم يؤيد مطلب تطبيق 1701 والعودة إلى خطوط 1701 هي حدود الليطانة؟ بكل وضوح نحن موقفنا هو وقف العدوان واحد، التصدي للعدوان ووقف العدوان واحد. نحن مفوضين دولة الرئيس نبيه بري
اللي عم ينسق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومع الحكومة للوصول إلى عم يعملوا حراك ما للوصول إلى نتيجة ما. أكثر من هيك ما عندي أقول. بس هون الرئيس بري أيضا تحدث عن تطبيق 1701، أنتم مفوضينه كليا بأنه هو اليوم هو قال وصرح وهو مفوض ونحن واثقون به ونحن مفوضين له، وبالتالي المقاومة تتصدى للعدوان تقوم بواجباتها، ومثل ما صار بحرب تموز، وكان سمحت السيد بحيا يرزق بعد الانتصار وجه التحية إلى دولة الرئيس بري المقاوم السياسي. اليوم نفس الأمر يتكرر، الرئيس بري هو المقاوم السياسي وهو الذي يقوم بهذا الحراك، وهو على تواصل وتفاهم مع قيادة المقاومة وقيادة حزب الله، وهذا أمر نشوف نتائجه إن شاء الله. الرئيس ميقاتي بتعتبروه مقاوم سياسي ولا رح تنقلب الأدوار؟ الرئيس ميقاتي يعني بعتقد بالأداء اللي عم بيأديه هو أداء متكامل مع دولة الرئيس بري، وعم بيعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، ونحن ليس لدينا ملاحظات سلبية على هذا الأداء الذي يتناغم ويتكامل مع أداء دولة الرئيس نبيه بري. سابقا قال الرئيس ميقاتي بأنه مش بإيده لا إعلان وقف جبهة مساندة غزة ولا بدءها، اليوم بإيد الحكومة اللبنانية بتحطوا هذا الأمر؟ يعني إذا الحكومة قالت نطلب من كل المسلحين على الأراضي اللبنانية ومقاومي حزب الله وقف إطلاق النار، أنتوا بتلتزموا؟ نحن مكفيين مقاومة لمواجهة العدوان، ومكفيين مقاومة لصد هذا العدوان، والحراك السياسي عم بيقوم فيه الرئيس بري بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، وهذه الأمور اللي لازم يوقف العدوان ويوقف إطلاق النار هو المعتدي. المعتدي هو العدو الصهيوني، المعتدي والقاتل والباغي والظالم والمجرم والعدو الصهيوني، وبالتالي من يجب أن يطلب منه وقف إطلاق النار هو المعتدي وهو الظالم، وهو الذي يطلق النار، هو الذي يدمر ويقتل ويقوم بهذا العدوان، هو اللي بنطلب منه وقف إطلاق النار ووقف العدوان. هون كمان دائما رح عم بيصير في انه كنتوا قبل تقولوا وهلا صرتوا تقولوا، مفهوم وواضح من كلامك مباشره بانه اليوم الاولويه لوقف العدوان على لبنان، ما عم تربطوه باي شيء اخر، بس لابد من سؤالك، هذا الامر وقف العدوان لا يرتبط بوقف العدوان على غزه، انه بنبلش من وقف العدوان على لبنان لو كان بمرحله اوليه. هذه الامور يعني خليني اقول لك، اليوم كل بيانات المقاومه لا تزال تصدر تحت عنوان اسناد غزه صح، والدفاع عن لبنان وعن الشعب اللبناني وعن اللبنانيين، والقتال اساسه هو الدفاع عن لبنان ووقف العدوان ووقف هذا يعني المسلسل الدموي البربري الذي يقوم به العدو، والحراك يقوده الرئيس بري. انا ما بشوف في مصلحه نفوت بنقاش كل هذه الأمور على الهواء ليستفيد منها العدو الصهيوني. هناك تنسيق بين قيادة المقاومة ودولة الرئيس بري ودولة الرئيس ميقاتي لمصلحة لبنان ولمصلحة اللبنانيين ولوقف العدوان، وبالتالي من مصلحتنا أن نقول ما قلناه بشكل دقيق. أيضا دكتور أكيد عم تسمع، بدأت أصوات في الداخل اللبناني تطالب بال 1559 ونزع سلاح حزب الله، بلشوا يطالبوكم بأنه المرحلة ستكون تسليم السلاح، مش نزع السلاح، تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني وتطبيق الـ 1559، صرنا بهاي المرحلة؟ يعني في كثير ناس مستعجلين، ما وقفوا استعجالهم من سنة 2004 من وقت اللي صدر 1559، بيسكتوا شوي بيرجعوا بيطلعوا بالموجة شوي. على كل حال هيدي أصوات موجودة في لبنان، لم تكن في يوم من الأيام غائبة، كانت تعلو وتخفض بحسب الظروف. بيتطبق ال 1559 ولا لا؟ انت بد مع تطبيقه؟ نحن ما في استفتاء، عم بسألك كنائب اليوم وعضو كتلة الوفاء للمقاومة، تقول بيتطبق؟ على كل حال أقول لك شغلة، نحن في المقاومة لطالما في الكثير من المراحل نأينا بأنفسنا عن ما يسمى بالسجالات، مش مطروح اليوم هذا الموضوع بأروقة السياسة الحقيقية.
نعم دكتور، مطروح عن بعض من يتمنون ذلك ولن يصلوا إلى تحقيق أمانيهم. غدا في معراب يقول البعض أو يصف البعض بأن مؤتمر معراب سيكون المؤتمر التأسيسي لما بعد حزب الله، شو بتقول؟ يعني لما بعد جزء كبير من اللبنانيين؟ لا، لما بعد حزب الله كفصيل عسكري كان يسيطر على الدولة، هيك هن توصيفهم، انه كان حزب الله ماسك الدولة كلها بالسلاح. يعني هذا نقاش قديم، يعني هلا مش وقت نقعد يعني نحكي فيه. بكل الحالات اللي ماسك الدولة للأسف الشديد مش حزب الله. مين ماسك الدولة؟ اوه، اللي بيمسك الدولة هو اللي بيفتل وبيعمل إملاءات لكل العالم، اللي بيمسك الدولة هو اللي بيقرر وبيقيم وبيحط وبيمنع وبيحدد للبنانيين خياراتهم. هلا مش وقت على كل حال، هلا نحن بحالة تصدي للعدوان. يعني هذا يعني للأسف الشديد جزء من الحملة الإعلامية اللي ترافقت مع يعني مع حملات سياسية دائمة، هلا للأسف مع عدوان صهيوني. نحن ماسكين الدولة وين؟ نحن عدوا لي عندنا وزيرين وعندنا 15 نائب، فين عدوا لي كم مدير عام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ فين عدوا لي شو نفوذنا بكل المؤسسات؟ فين عدوا لي هيهم؟ نحن لما جبنا مازوت اضطرينا ناخذه على سوريا ونجيبه على لبنان، نحن ماسكين المرافق ما هيك مثل ما هلا عم بيطلع. نحن لما جبنا مازوت فوتناه على سوريا وجبناه لهون. وما قبلوا يفوتوه على لبنان. ماسكين الدولة. بكل الحالات يعني للأسف الشديد هذا جزء من الحملات اللي كانت ماشية على المقاومة ولا تزال، والمقاومة كانت تتعاطى خلينا نقول بمرونة مع هذه الحملات حتى لا تنجر المقاومة إلى فتن داخلية، ولن تنجر إن شاء الله المقاومة إلى فتن داخلية. أيضا هنالك من اعتبر بأنه إيران هي التي تقف دون القبول بوقف إطلاق النار، وهي اللي رجعت أصرت على تشدد في لبنان ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرؤساء ميقاتي بري والنائب السابق وليد جنبلاط. هل صحيح بأن إيران ضد وقف إطلاق النار؟ كمان هون للأسف الشديد يعني الناس ما بتقرأ أو بتحبش تقرأ أو بتنسى، لما صدر البيان المشترك، صدر بيان عن رئيس ميقاتي وعن رئيس بري انه موافقين على البيان المشترك اللي صدره عدد من الدول، اعلن نتنياهو القبول وبطل. ما اعلنت ايران لا القبول ولا بطلت، ولا هي معنيه تعلن قبول او تبطل. اللي اعلن قبوله نتنياهو طبعا بعد هيك تصريحاته متناقضه، وثم لما راى على نيويورك بطل هونيك. يعني اللبنانيين ما بيقروا الظاهر، بعض اللبنانيين عفوا بعتذر من كل اللبنانيين، من كل اللبنانيين، بعض اللبنانيين، بعض السياسيين، بعض العلميين، بعض المحللين ما بيقروا او ما بدهم يقروا، ولا على كل حال ولا يوم حمل العدو الصهيوني مسؤوليه. بكل الحالات اللي رفض هو الاسرائيلي بدعم امريكي واضح وتواطؤ غربي واسع. للاسف الشديد هذا الحقائق هيك، انه اللي وإذا بنتذكر وقتها كان الرئيس بيرني قايل إنه في 24 ساعة حاسمة ناطرين الجواب الإسرائيلي، الإسرائيلي أعلن قبوله ثم أعلن رفضه. هذا اللي صار، هاي الحقائق الموجودة. الإيرانيين لا أعلنوا قبول لأنه مش معنيين يقبلوا، ولا أعلنوا رفض لأنه مش معنيين يرفضوا. اللي أعلن القبول والرفض هو الجهة اللبنانية أعلن قبول هذا البيان. يعني إيران ما عم تضغط عليكم كحزب الله لمواصلة القتال، لانه البعض عم يتهمها بانها تقاتل عبر اللبنانيين. تقاتل عبر اللبنانيين من سن شو؟ تتأور للمفاوضات. من 40 سنة، من 40 سنة مفاوضات شو؟ مع الامريكي وربما مع الخليج السعودي. حول شو؟ ما هذا سمعناه من 40 سنة، بس حدا هلا من 40 سنة لليوم لهالدقيقة يقول لي وين حزب الله قاتل دفاعا عن ايران ولاجل مصلحة ايرانية وحقق لها مصلحة لايران؟ وين؟ حدا يدل؟ 40 سنة نفس التهمة نفس الكلام، وأنا طلعت معك بالجديد يمكن 4-5-6 مرات وحكينا هذا الكلام بحرب تموز وبعد حرب تموز وقبل حرب تموز، وسألتيني نفس السؤال. يطلع حدا هلأ يقول أن هذه المعركة قادها حزب الله من أجل إيران ولتحقيق مصلحة إيرانية ومفاوضات إيرانية؟ مرة واحدة بس يطلع يقول أنت.
دكتور، بالحديث عن إيران كثير عم يطلع أخبار كثير، يعني وأكيد حضرتك سمعت عن قائد فيلق القدس حتى أنه اتهم بأنه هو وراء استهداف القادة تحديدا سيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وبأنه هو مخروق أمنيا أو ربما هو وصفه البعض، يعني أنا عم بنقول لك مثل ما هي الصورة عذرا يمكن على المصطلحات، بأنه هو العميل وراء الاستهدافات، وصار ينرسم سيناريوهات، شيء انه تحت التحقيق، شيء تحت الإقامة الجبرية، شيء بانه تعرض لأزمة قلبية بالأمس. ماذا تقول عن هذا الأمر، عن يعني قائد الحرس الثوري إسماعيل قاني؟ على كل حال سجليهم عندك السيناريوهات، عم سجلهم انا وياك على الهواء، هلا رح يبقوا للتاريخ. لا لا سجليهم بمعنى اذا الله سبحانه وتعالى قدر ونرجع نحكي انا وياك او نحكي انا واي حدا تاني، بدنا نكتشف انه هاي السيناريوهات هي سيناريوهات غرف سوداء، كل هدفها تشويه صوره ايران، تشويه صوره حزب الله، محاوله دق اسفين بين ايران وحزب الله وبين ايران وجمهور حزب الله واللبنانيين بسيناريوهات لا تمت الى يعني الى اي منطق بصله، الى اي منطق بصله. بكل الحالات منين قدروا جابوا هاي المعلومات الشباب اللي او المواقع او المحللين او 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 يعني اليوم مثلا صدر بيان حزب الله ردا على تقرير لاحدى وكالات الانباء العالميه رويترز او للبنيه القياديه وعن مصدر بحزب الله، يعني لحق هذا المصدر، عرف البنيه وقعد معهم للوكاله ورسم لهم البنيه القياديه وقال لهم وين قاعدين وما بعرف شو ما بعرف شو ما بعرف شو، يعني ما بدنا نعمل؟ أين؟ نحن مستهدفين، نحن مستهدفين، بنعرف هاي الحقيقة، وبنعرف إنه مش مستهدفين فقط بالقتل الإسرائيلي وبالهمجية الإسرائيلية، نحن أيضاً مستهدفين بالشائعات ومستهدفين بالروايات والفبركات، ومش جديد على كل حال استهدافنا بهاي الشائعات والروايات والفبركات. أخيراً، هل فعلاً هنالك اختراق كبير كان لحزب الله سواء عبر عملاء يعني بشري الاختراق او تكنولوجي مثل ما شفنا بموضوع البيجرز، حزب الله يقوم بتحقيقاته في هذا الموضوع؟ يعني الشيء اللي واضح انه البيجر هو اختراق اكيد، وتفجير البيجر هو عمليه امنيه اسرائيليه معروف، لكن بقيه الامور يعني اذا ما عندي معطيات او عندي اياها ومش مصرح اقولها وانا ما عندي، او عندي معطيات او ما عندي، في اثنين كل الاحتمالات وارده، مش ما عندي انا معطيات ولا معني بهذا العالم، وبالتالي اذا لم يعلن حزب الله اي امر من هذه الامور فبالتالي بيصير في تكهنات عند كل الناس، بيصير في تكهنات وتحليلات وممكن تكون صح ممكن ما تكون صح، بالتالي هذه يعني ما بتخضع للتحليل بقدر ما بتخضع للمعلومات. لما بنحكي عن البيجر ما في مجال نقول الا انه البيجر كان مفخخ وانفجر، وبالتالي يعني هذا واضح انه صار في شيء كبير ما بنعرف تفصيله التقني، انا ما بعرف تفصيله التقني هذا دكتور. نحن بس يبدو في عطل تقني، رح نرجع نتواصل مع حضرتك لنكمل، بس يعني بهذه الاثناء انا رح لخص اللي قالوا لحد الساعة النائب دكتور حسين الحاج حسن. أعلن بأنه بداية بموضوع وقف إطلاق النار يفوت حزب الله مباشرة الرئيس نبيه بري واصفا إياه بأنه المقاوم السياسي، يفوض بكل ما له علاقة بكيفية إيجاد المخرج السياسي أو ما هي الصيغة السياسية ستكون لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الذي وصفه بالهمجي وبأنه يتخطى كل القوانين وبأنه هنالك الكثير من المزاعم التي يطلقها العدو الإسرائيلي لاستهداف المدنيين الأبرياء والأحياء المدنية. في موضوع الحكومة أيضا أيد موقف الحكومة اللبنانية معتبرا بأن حزب الله لا يوجد عنده أي ملاحظات على الحكومة اللبنانية. بموضوع استشهاد أو اغتيال السيد هاشم صفي الدين اكتفى بالتعليق بأن حزب الله لم يصدر أي بيان، يعني أيضا مؤكدا بأن حزب الله لا يخفي لا شهداء
ولا أي أمر فيما يتعلق بموضوع الاستشهاد، بالعكس فهو يعلن ويعلم أهالي الشهداء ليعلن بعد ذلك الأمر ويقوم وفقا لما تقول عليه لما يقول فيه الدين وأيضا الأخلاق، يقوم بتشجيع هؤلاء. وأيضا فيما يتعلق بموضوع الحاج وفيق صفا، قال بأن لا يوجد حتى الساعة أي بيان صادر عن حزب الله بموضوع يتعلق بالحاج وفيق صفا، وبذلك أيضا أكد بأن إسرائيل تستهدف المدنيين، وفي كل مرة تقوم بإعطاء ذرائع لاستهدافاتها بأن كان هنالك قائد من هنا أو استهداف مخزن من هناك، مشيرا بأن ما جرى في اليومين الماضيين من استهداف لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني يدحض كل المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث بأنها تستهدف هذه الأماكن لوجود قياديين أو أشخاص من حزب الله. أعود إلى النائب الدكتور حسين حش حسن الذي ينضم إلينا مجددا. إذا دكتور عفوا، كنت حضرتك عم تتحدث عن موضوع ما للمزاعم التي تساق دائما والتي تنشر على اعتبار أنها باتت أخبار يقينية، يعني نتحدث عن مفروض وسائل إعلام دولية وعربية، إضافة إلى عدد من الأشخاص الذين اليوم تكسر إطلالاتهم التلفزيونية يتحدثون بثقة عن موضوع تحديدا قائد فيلق القدس، وكنت تجاوب على هذا الموضوع. إذا تقول لا تعتبر هذه الأخبار يقينا، وهل سيكون هنالك جرأة بالإعلان عن أي اختراق ولا لا؟ دكتور ما عم بسمعك، حاطط ميوت عمو المعروف. لا بعدنا ما عم نسمع. لا ايه تفضل تفضل. اوكي. يعني عادة بالحرب السرية اللي هي حرب الاستخبارات، كل طرف بيعلن اللي بيشوف فيه مصلحته يعلنه، سواء هو اخترق او هو اخترق. يعني هن اللي عم يعلنوا هيك شيء ومعلومات، يعني بالتأكيد يا اما حدا قايل لهم يا اما عم يخترعوا روايات وفبركات. ليس لدينا شيء نقوله في هذا الامر. لما صارت قصه البيجر سمحت الامين العام نفسه على التلفزيون عن هذا الامر، وبالتالي نحن عندنا يعني الجرأه لنقول المعطيات اللي بنشوف لدينا المصلحه ان نقولها. ايضا اليوم بموضوع حضرتك انت عم تحكي عن اختراق البيجرز، هل فعلا ما يجري الحديث عنه كل مره بانه تم القبض على عميل من هنا وعميل من هناك، هل فعلا هنالك هذا المستوى من العماله القادر على معرفه اين مركز السيد نصر الله واين قوات الرضوان واين الحاج فؤاد شكر، وهل هذه القدره بشريه فعلا؟ يعني هل قد احنا مخروقين بالعملاء؟ يعني لكن في عده امور ممكن تحصل بشكل اساسي، ممكن يكون في التكنولوجيا، تفوق تكنولوجيا، ممكن يكون في اي امر ثاني انا ما بعرف، ما عندي فكره، لكن نحن بحرب حقيقيه، لدينا دفعنا ثمنا كبيرا من قادتنا، هذا بخلينا نقول سنزيد الاصرار على الاستمرار، واذا كان العدو بيعتقد انه بقتل القاده او بقتل الكوادر يعني حيخلينا نتراجع، بيكون عنده وهم. نعم لدينا أعزاء قادة فقدناهم، لديهم دورهم الكبير، ملئت المواقع الشاغرة والمراكز الشاغرة التي شغرت بالشهادة، والمقاومة مستمرة. هلا تقييم هاي الأمور كمان ترضي أنه بيعرف الواحد أو ما بيعرف، وأنا ما بعرف، وبالتالي لا تناقش على الهواء مباشرة، تتناقش بالمحلات اللازم لأخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، سواء كان هذا الخلل من أي مستوى أو من أي شكل من الأشكال. بموضوع النازحين بلشنا نشوف أنه عاد حزب الله ليتحرك أكثر على الأرض، نتيجة مثل ما قلنا أنه بالآخر البيجرز استهدفت أكثر الفريق اللوجستي اللي كان هو من المفروض عم بيقوم بالتنسيق، وصارت هذه الضربة إلى أن استعاد اليوم أو يستعيد تدريجيا حزب الله أنفاسه بهذا المكان. بموضوع النازحين، أولا رح يكون في إمكانية
قبل بداية الشتاء، لأنه يبدو بأن الموضوع مطول ونحن أمام حرب ليست بمعركة قصيرة المدى، بإنما حرب طويلة المدى بحسب المعطيات اللي عم تنقال. كيف رح يصير بموضوع النازحين؟ قادرين اليوم ما يصير في ذل أكثر للنازحين؟ أولا أتوجه إلى أهلنا النازحين بالتحية، بالشكر على الصمود، وبالتحية على الصمود، وبقول لهم أنه طالما صنعتم انتصارات وشاركتم في صنع الانتصارات، حزب الله إلى جانب الحكومة، إلى جانب المؤسسات الرسمية والأهلية، إلى جانب معظم اللبنانيين، يقوم بدور مساعدة النازحين، ونحن شبه يومي بنقوم بجولات عليهم ومع المعنيين بأجهزة الحزب اللي بتقوم بهذا الشغل. تم استيعاب أغلب المشاكل، يعني قبل ما أطلع معك بالحلقة كنا عم نعالج مشكلة بمكان ما على قدام أوتيل الكورال. صحيح صحيح. تعالجت المشكلة؟ شو قصة هذا الموضوع؟ عم تتعالج. ما بعرف شو صار، تركتهم وجيت. فبالتالي موضوع النازحين موضوع كبير منه صغير. بشكر اللبنانيين جميعا بمعظمهم اللي عم بيقوموا بدور وطني كبير، الدول اللي عم تساعد، المنظمات اللي عم تساعد، الجمعيات اللي عم تساعد، الحكومة اللي عم تقوم بما تستطيع، كل الرؤساء والوزراء والنواب اللي عم والسياسيين والاحزاب والتيارات اللي عم تقوم بهذا الدور. الشيء كبير، لكن شيئا فشيئا يتم استيعاب المشكله، وان شاء الله ما تطول، لكن على كل الفرضيات محتمله، وموضوع النازحين لازم يكون موضوع اولوي. موضوع إعادة الإعمار، الناس رح ترجع عبيوتها أحلى مما كانت، يعني كان هذا الشعار الذي رفع من بعد انتصار آب 2006، هل اليوم توعدوا العالم بهذا الأمر؟ نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. هناك التزام أطلق سماحة القائد السيد الخامنئي حفظه الله، وبعتقد أنه أشقائنا العرب والدول الإسلامية والدول اللي بتحب تساعد هتكون جنبا إلى جنب مع الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار إن شاء الله. رح يصير في احتلال إسرائيلي جديد لجنوب، لكرة من جنوب لبنان عم نحكي تحديدا، يعني عم نشوف مشاهد عم تتصور وعم تنقل من قبل جنود الاحتلال في عدد من الضياع بالجنوب، بأنه هن تقدموا لأمتار، دخلوا بعض البيوت، دمروا عدد من البيوت، دمروا أيضا يعني عدد من البنى التحتية في الجنوب. هل هيدا هو الخط، رح يصير خط احتلال دائم نرجع؟ بال2006 فاتوا على عدد من القرى، وصلوا على بنت جبال بال2006 وظهروا. شيك؟ شو قصدك تقول؟ على كل حال هلا اني التقدم اللي تقدموه هو وين؟ بعدد من القرى الحدودية، قرى الحافة. ايه يعني انه فاتوا على بيت واثنين هون، وبيارون ومارون وبليدا وطرف ميس الجبل، هذا هو الانجاز الكبير بعد 12 يوم. على كل حال المقاومه بالميدان وبتتصدى لهم، ورح نشوف العدو الصهيوني يعني كمان بيمارس حرب نفسيه، وكمان بيقوم ببث فيديوهات عن حرب نفسيه. وعلى كل حال المقاومه مثل ما قلنا ببدايه الحلقه حاضره بالميدان، ولديها الامكانيات ولديها كل القدرات اللازمة للتصدي للعدوان البري الصهيوني. يعني السيناريو اللي نحكى عنه بأنه خط الحدود 10 كيلومتر وال 15 كيلومتر ما رح يتحقق بتقول؟ هلا الإسرائيلي بيقول اللي بده إياه، والمقاومة إن شاء الله بتحقق اللي الله سبحانه وتعالى بيقدر تحقق. تقدر توعد العالم بأنه تحديدا الجنوبيين بأنه لن يكون هنالك احتلال جديد لأردن دائم؟ بقدر أقول لهم إنه هذا الموضوع هو ليس التزام المقاومة فحسب، هو التزام كل اللبنانيين. مفروض هيك لأنه احتلال، لأنه هذا احتلال لأرضنا. على كل حال المقاومة ستقوم بواجباتها وبقدراتها، وهي في حالة جيدة وأكثر من جيدة ومتماسكة، وهذا الدليل على كل حال كل اللي عم بصير هاي الأيام واللي صار بالأيام الماضية. العدو الصهيوني صور بيتين ثلاثة، شفنا كلنا الفيديوهات انه فات على بيوت ودمر بيوت، في ضيعه كلها مدمره على كل حال، يعني
ما في شيء جديد بالمشهد، تدمر من اشهر، يعني في محلات مدمره من اشهر، عم بيمارس دعايه وحرب نفسيه على اللبنانيين وعلى الجنوبيين، ولن يفلح في هذه الحرب النفسيه. شكرا لك النائب الدكتور حسين الحاج حسن على اطلالتك عبر تفاصيل، وعلى امل انه تنكسر حواجز هذه اللقاءات، وان شاء الله يعني يصير اللقاء المباشر قريبا مع حضرتك. شكرا جزيلا لك على هذه الاطلاله. متابعينا نتابع بهذه يعني بهذه الجوله اذا بدنا نقول بهذه الأثناء، قبل ما أنتقل إلى محيط أو مشارف الضاحية الجنوبية مع فراس حطوم وما جرى خلال هذا النهار من غارات ومن استهدافات تحديدا طالت العديد من المناطق اللبنانية، وكيف هي الأجواء حتى الساعة تحديدا في بيروت وضاحية بيروت الجنوبية، لابد أن أشير بأن إطلالة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أكد فيها على الكثير من الأمور التي يجري أو هنالك تساؤلات كبيرة حول، تقريبا نفى بشكل كلي ما يحكى عن مزاعم تتعلق بموضوع قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وما يحكى عن تعرضه لأزمة قلبية أو غيره من الأمور، أو الاشتباه بدوره في يوم ما يحكى عن عمالة معينة أو خيانة معينة، كل ذلك والحديث عن أنه هنالك اختراق، كل ذلك الأمر وضعه في إطار يعني قلل فينا القول من شأن كل ما يحكى، واعتبروا بأن هذه الأمور وهذه الفبركات الإعلامية يتم دائما الركون إليها، حتى أنه في موضوع السياسي ودور حزب الله السياسي قال بأن هنالك تسرع عند البعض، وعاد بالذاكرة إلى حرب تموز وإلى ما كان يقال سابقا عن انتهاء دور حزب الله، أو أن حزب الله انتهى، قائلا بأن حزب الله هو مكون ليس فقط مقاوم وليس فقط سياسي، هو مكون شعبي، مكون موجود في النسيج اللبناني، ولا يمكن لأحد أن يلغي حزب الله لا من الوجود ولا من التمثيل بهذا الإشارة. في موضوع يتعلق بموضوع النازحين، حي الاحتضان اللبناني الشامل للنازحين على كامل الأراضي اللبنانية، داعيا ومشددا على أن صمود النازحين وتحديدا الأهالي الذين نزحوا من الجنوب ومن الضاحية هو لابد من الوقوف عنده، لأن هذا الصمود سيكون شريكا في أي نجاح والنجاحات والانتصارات المقبلة. وأكد بأن المقاومة استعادت قوتها، استعادت أيضا زمام الأمور فيما يتعلق بالقيادة السياسية للمقاومة، بأن كل المواقع التي شغلت نتيجة استشهاد عدد من القادة تم ملؤها، مستثنيا التعليق على موضوع الأمين العام لحزب الله، وتاركا هذا الأمر لأن يعلن رسميا من قبل المقاومة. وننتقل الآن إلى مشارف ومحيط الضاحية الجنوبية مع فراس حطوم الذي يواكب منذ أيام مباشرة عبر تفاصيل للعدوان الذي يطال ليس فقط الضاحية الجنوبية وإنما كل لبنان. مساء الخير فراس. مساء النور. نعم فراس عم تسمعني، بدي أسألك عن موضوع اليوم، إذا بدنا نعمل هيك راوند أب عن ماذا جرى في هذا النهار، خصوصا بأن الأضواء كانت تتركز تحديدا على انتشال الشهداء والجرحى من غارتي الأمس على العاصمة بيروت، إضافة إلى أن اليوم كان يوما قاسيا بقاعا نتيجة القصف على البقاع. تفضل. نعم ننسي، إذا بالفعل كما ذكرت نحن على مشارف الضاحية الجنوبية، ولكن الضاحية الجنوبية تعيش منذ أيام هدوءا حزبيا، خصوصا إذا ما تمت مقارنته بما كان عليه الوضع في، دعيني أقول، حتى ما قبل 5 أيام كان هناك غارات عنيفة يومية على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية. منذ 4 أيام تقريبا خفت حدة هذه الغارات بشكل تدريجي، حتى أنه اليوم لم يكن هناك، ونتمنى أن يبقى الوضع بطبيعة الحال على هذا الحال، لم يكن هناك أي غارة
بالأمس على ما أعتقد سجلت غارة وحيدة على منطقة حارة حرايك، وبشكل عام فاليوم في منطقة بيروت كان هناك فقط خرق لجدار الصوت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ولكن كما هو معلوم فإن الأنظار لا زالت متجهة إلى الآن على المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ليل أمس في العاصمة بيروت، تحديدا من خلال الغارتين اللتين تم شنهما، الأولى على منطقة النويري أو رأس النبع والثانية على منطقة البصة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 21 شهيد، ولا زال حتى الساعة يتم انتشال الضحايا. حتى ساعات يعني ما قبل المساء كانت عمليات رفع الأنقاض وانتشال البحث عن ناجين وانتشال الضحايا كانت لا تزال مستمرة. كما ذكرت الوضع الهادئ نسبيا في الضاحية وفي بيروت بعد المجزرتين اللتين ارتكبتا بالأمس لم ينعكس على البقاع والجنوب، حيث كان هناك سلسلة غارات عنيفة في البقاع، تحديدا في منطقة الكرك التي استهدفت بأكثر من غارة، وفي منطقة فرزول كما كان هناك غارات عنيفة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، من ضمن هذه المناطق النبطية الفوق البيسرية، الغزية، الظايرة، طير دبة، جباع، الحوش، أنصاري، فرصير، وطبعا هذا يعني لا يمكن إحصاء كل المناطق، ولكن هذه ربما يمكن قول المناطق التي شهدت أعنف الغارات في هذا اليوم. طبعا يجري ذلك فيما كما أن هناك أيضا تطور لافت يتعلق بالغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بالقرب أو حتى ليس بالقرب بل استهدف فيها قوات اليونيفر الموجودة في النقورة، وهي التي أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف هذه القوات. كما كان هناك أيضا غارة على حاجز الجيش اللبناني أو على مركز الجيش اللبناني في منطقة مرج عيون، هذا طبعا مؤشر إضافي على العدو الإسرائيلي يبدو أنه يريد إيصال رسالة أو دفع سواء قوات يونيفيل أو الجيش اللبناني لإخلاء مواقعها الأمامية تمهيداً لما يلوح به منذ مدة، وهي قيامه بعمليات برية داخل الأراضي اللبنانية. بشكل عام هذه هي الصورة حتى الساعة. طبعاً الكاميرا ستبقى موجودة هنا في محيط الضاحية الجنوبية لموافاة المشاهدين بأي جديد، على أمل بطبيعة الحال أن يكون ليل الضاحية وليل سائر المناطق اللبنانية هذه. نعم، على أمل ذلك. طبعا يعني سنترك المتابعي تفاصيل معك فراس في هذه الليلة في متابعة مباشرة في متابعة مباشرة لأي حدث، وإن شاء الله ما يكون في أي حدث وأي اعتداء جديد. شكرا لك فراس حطوم. متابعينا أنا بشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء في حلقات لاحقة، والهواء لك فراس.